أنا والله عندي اقتراح على حصتنا على الأقل اللي يكون معنا مستشار قانوني. ده معنا؟ لا ما عندناش. عليه معناش؟ لا ما عندناش. لا عنا؟ لا ما عندناش. نحب مستشار قانوني يتوفر فيه شرط الموضوعية والحياد. أستاذ صح. عليه؟ دي لحظة يهديك ربي. هاي؟ عليه تشوفوا استهداف؟ أنت تعبر على موقف يعني سامي سياسي. أنا حاجتي لأنه راو خلينا نكونوا واضحين، راو الناس فهمة كل شيء، راه تو صحيح يزوز حاحرة. أما شكون الخاسر؟ خاسر الحقيقة وخاسر أسبوع كامل إحنا نحكوا في حاجة معناتها كل واحد يوظف فيها سياسي. يعني هذه هي المعركة. تو أنا مهزلنا القضاء ونتنياهو غواسة ومن رادس فهمت ولا ماشي البنزرت وكذا، وبعد لا والله ينفذي كورا وجيس ننبهوا في القضاء من القضية هذه. ينبه هز تليفون وكلمه طول، تنبه القضاء في وسائل الإعلام. معناتها بصراحة نحاولوا باش نكونوا جديين شوي. علاش؟ خطر صارت لنا يا معز برشا مغالطات من محامين في تفسير بعض النصوص القانونية. يعني أنا يعطيك شطر الحقيقة وشطر حقيقة ما يعطيكش. يعطيك شطر حقيقة وشطر حقيقة. أنا وليت كل حاجة نهز تليفون ونكلم أصحابي من القضاة والمحامين. خويا فسر الحكاية هذه شنية. لأن نحب نفهم حاجة خليفة. مسيرش خلينا نفهم حاجة. لا مسيرش. طب باش نفهموا الكلام اللي كان يقول فيه سامي مثلا، كيفاش تصير من الواحد للنيابة للكذا، اش فيها اش فيها توظيف سياسي مثلا مثلا عملوا سامي الآن. سامي ولا وصباح شكون قال لك عم نزوج تليفونات نكلموا محامين اخرين ما عندهمش علاقة بالموضوع هذايا ونبداو نلوجوا في الكلمة نقولوا فتح بحث تحقيقي والا لا؟ مهم جدا شنو تقول لي غواصة وقت بنزرت وهبت في راتب وقت اللي جي سمير ديلو يعطي اكثر من فيرسون. انا ما نحبش الشخص اللي حكايه معاه راهو. احنا فاهمين الطرح كامل شنيه معناتها. هي النيابه العموميه تكلم ضربه حشتي، ضربه قتل. القضيه هذه ما تحلش فيها بحث نهائيا، وضربه العدد نتاع كذا هي بطبيعتها راهو رد فيه شويه سياسه راه، لانه الناس تركيزهم على زوز النقاط هذه. انا نعطيك مثلا، انا نقول لك الشيطان وين يكمن في التفاصيل. مثلا قضيه نتاع كيسنجر، في بالك اللي عندها عام؟ في بالك ولا القضيه عندها عام؟ لا لا مش عندها، عندها عام. ايه عندها عام اللي تحلل، يعني من اللي مازال هو على قيد الحياة من اللي تحلل البحث عندها عام. علاش جبت توا راهو يا معز؟ لانه تم فتح بحث حقيقي. إيه معناتها الايهام كي نعطوا خبر منقوص على اساس اللي راهي توا القضيه راهو هالنهارين هذونا بعد لما تكسنج. هو فما اجابات على يا ودي خلينا نكمل. مازال تم فتح بحث حقيقي. عارف كيفاش الناس علاش تضحك؟ كيفاش يبحثوا بحث حقيقي في واحد متوفى؟ هذا راهو السؤال. راهو ريت ساعات معلومة ان نحكي لك صحفيا راهو بقطع النظر على الجانب القانوني مانيش مختص. راهو ساعات كي تخفي تفصيل بالضبط تتغير كل الصورة الشهيرة نتاع هيك اللي مش يعتدي عليه معناتها بسكين، كي تجتزئ نص الصورة يولي هو معناتها الضحية يولي هو جلاد. القضية هذه عندي سيدي يمكن عام. انا هذايا على اسمع نتاع الكيسنج وماش متعلقه بالشخص. نعطيك متعلقه، خلينا نعطيك زيد نعطيك معلومه اخرى. نعطيك زوز معلومه اخرى. اللي كيسنج راهو كيما جورج سوروس، عنده تبارك الله مجموعه من المؤسسات معناتها اللي من اجل الديمقراطيه وتمول العديد من المنظمات والاحزاب. زاد معلومه مهمه جدا ياسر، خاطر احنا حكينا على كيسنج وزير خارجيه حليلته عمره 100 ما يعمل في حد شيء. لا رجل عنده مجموعه من المؤسسات كيما سوروس اللي تمول في العديد من المنظمات من اجل الديمقراطيه ودعم الديمقراطيه والجد. زاد نعطوا المعلومه هذه لانه زادك يبدا ينجم يكون تمويل عن طريق المؤسسات نتاعه، ينجم يكون مش هو مشمول بذاته بقدر ما مشموله مؤسسه من المؤسسات. بالله فقط خلينا نوضحوا راهو على الاقل خلينا نحكي على البلاتو هذا. ما قال حتى حد في البلاتو هذا كيسنجر قاعد يتامر وهو متوفي. القضية هي أطوارها المتهمين فيها حقيقة. من البلاتو معز انت تجاوب عليه يا خليفة. لا انت لا حكيت على السيف الرأي العام، على البلاتو قلت مش البلاتو هذا على الأقل مش نحكي. خلينا نحكي ما فما حتى حد قال في البلاتو هذا كيسنجر متآمر وميت. كيسنجر متآمر وقت اللي كان حي، لكن تم فتح البحث التحقيقي وتوجيه تهم وسمى ناس ما سمعت ومشات قطب مرايات وسمى المتهمين اليوم مسجونين الان. هو في هذه اللحظه فما متهم قاعد يسمع في قضيه كيسنجر. معناها هذا كله اذا كان نحبوا نجموا ناخذوها بالعافيه. فاش يقولوا مش معقول. لا لا الفرق اخفاء اللي القضيه عندها عام ما عندهاش عام. من الحل انا قرار لحاله 14/12/2023 بعد ما مات كيسنجر. ها قرار لحالة وقتاش؟ باه قرار لحالة وقتاش تم فتح البحث التحقيقي؟ يودي قرار لحالة هو فتح البحث التحقيقي. هذه عندها عام من المعلومة هذه وصلت. أنا بقطع النظر صحيحة ولا مش صحيحة. أنا كصحافي ريت معلومة كما هذه مهمة جدا. مش صحيح بتقول في كل غلط.